ورجعنا بعد الفاصل ومعانا فقرة خاصة جدا باسم طبيب اونلاين، والنهاردة هنتكلم عن مشكلة تهم كل الفتيات وكل السيدات وكمان نسبة من الرجالة عن العدسات اللاصقة، وهيكون دوت من خلال ضيفنا في البرنامج الدكتور سامح ادوارد البيباوي استشاري طب وجراحة العيون، عضو الأكاديمية الأمريكية للعيون، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الأبصار. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. الموضوع النهارده الحقيقه يعني بيهم كتير مننا كسيدات وكبنات وكمان كرجاله زي ما شيري قالت، وهو يعني في تفاصيل مش عارفه، يعني في تفاصيل كتير جدا انا بحس، وفي كده نقاط فنيه كتير جدا ناس كتير عايزه تعرف حاجات عن العدسات وخاصه اللي هيلبسوها لاول مره. معاكم حق، يعني هي الحقيقه العدسات اللاصقه ما فيش بنت او ست الا وعدت على العدسات. لازم هتكون جربت عدسات قبل كده. لو ما كانتش طبيه هتبقى زينه. بالظبط، لو ما كانتش طبيه وشفافه عشان تصلح النظر فهي زينه، على الاقل في الفرح بتاعها، على الاقل في حفله التخرج، على الاقل في الجامعه، في حفلات، يعني لازم هتكون عدت عليها بطريقه او اخرى. طب احنا داخلين دلوقتي يا دكتور على موسم بقى المدارس والجامعات. تمام. في بنات بتبقى لسه اللي داخلين سنه اولى جامعه بيبقى عندها مشكله بتبقى محرجه انها تخش بالنظاره. صحيح. حضرتك تقول لها ايه بالنسبه للعدسات؟ هي وسيله بديله للنظارات. يعني هي بالنسبه لها النظاره لا مشكله، انا ما بحبش شكلي بالنظاره، ما بحبش ان انا ابقى ملخومه بحاجه قصاد عينيا او على مناخيري، ما بحبش شكلها بالشكل ده، خلاص في بديل تاني اسمه عدسات لاصقه، ممكن تجربيه، عدسات لاصقه شفافه وعدسات لاصقه ملونه. هي يعني احتياجات على حسب احتياجات البنت او الشابه للحاجه دي، هي محتاجه حاجه للزينه، في الوان، وفي في نفس الوقت ممكن لو في قصر او طول هيتصلح بالعدسات الالوان. لو هي عايزاها للزينه بس، في عدسات الوان تستعملها للهدف ده بس. بس كتير في كتير يا دكتور من البنات ما بيعرفوش يلبسوا العدسه اول ما بيجيبوها، اول مره اول ما عدسه دي بتبقى يعني مشكله لكل البنات. دي مشكله بالنسبه لي انا نفسي عانيت منها على فكره يا شيري كمان. ممكن تتعقد من لبس العدسات في اول مره. يعني انا مشكلتي كانت مع العدسه ان انا ممكن اقعد البس فيها مثلا نص ساعه ربع ساعه واخلص السولوشن كله عليها ومش عارفه برضه. تبقى خايفه كمان يا دكتور ازاي تدخل حاجه جوه عينيها، يعني ترمي العين بطبيعتها حساسه مفيش كلام، القرنيه يعني انا بعتبره بقول عليه احس منطقه في البني ادم بالكامل، لان اي الهواء لو قرب ناحيه العين العين بتقفل. طب نطلع يا دكتور فيديو دلوقتي نشوف الفيديو الاول وبعد كده حضرتك تكمل. اوكي كلام. عند الانتهاء من تجهيز العدسه اللاصقه تصبح العدسه جاهزه لوضعها على العين. عندما تبدا في عمليه وضع العدسه قم بسحب جفنك السفلي لاسفل باصبعك، بعد ذلك استخدم يدك الأخرى لسحب وتثبيت طرف الجفن العلوي والرموش. طرف الجفن هو المنطقة التي تخرج منها الرموش. تثبيت الجفون بالأصابع الغرض منه منع العين من الإغلاق. ضع العدسة بلطف في منتصف العين. ليس من الضروري أن تضغط العدسة بإصبعك على العين. أبعد يديك عن الجفن السفلي أولا. أغلق عينيك لمدة دقيقة ثم قم بإغلاق وفتح العين عدة مرات حتى تتأكد أن العدسة في منتصف العين. في بعض الأحيان تعلق حبيبات الرمال خلف العدسة أثناء وضعها مما يسبب إزعاج. هذه الحبيبات يمكن إزالتها عن طريق حركة بسيطة للعدسة لجانب العين ثم إعادة العدسة إلى المنتصف. قم بنفس الخطوات السابقة لتركيب العدسة على العين الأخرى. طيب نعلق على الفيديو ده يا دكتور بعد اذنك. هو بيوري طريقه لبس العدسات نفسها. أمين. ان هي تبقى طريقه سهله وعمليه يعلم اي حد يعني يلبسها. بس يركز قوي في اللي بيتعمل. احنا معانا الفيديو كمان حضرتك ممكن تعلق عليه. تمام. هنا لازم بيثبت الجفن. ليه؟ لان اي لمسه للقرنيه او البياضه بتاعه العين لازم العين هتقفل، اللي هي ان هو يرمش العين فتروح واقعه العدسه، تتقلب، تتني. التثبيت من الايدين الاثنين، الايد بالاصبع الاوسط شادد الجفن اللي تحت والايد الثانيه بالسبابه شادد الجفن اللي فوق، ويا دوب بيدخل مباشر بالعدسه بالكامل على السواده بتاعه العين اللي هي القرنيه، وبخاصيه كده اسمها التوتر السطحي،
يعني الجديده التوتر الصدري ده بقى للناس ما تعرفش تلبس منه العدسه. بس يا دكتور لا هو ده اللي بيشد العدسه. أيوة. بيشد العدسه وبيخليها تلزق في القرنيه يعني تلاقي انا لما اجي البسها الاقيني رمشت ما لا 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 تروح التوتر العدسه السطحي لا لا التوتر السطحي اللي هو الميه نفسها لما بتيجي حاجه زي الازاز الازاز لما يجي بيلزق في حاجه في ازاز تاني ازاي بالتوتر السطحي. اوكي فالمهم هي العدسه بتجري تعرف مكانها بالظبط هي بتثبت نفسها على عارفه مكانها. طب يا دكتور مش لازم برضو الاول ننصح البنت تكون غسله ايديها الاول قبل ما تلبسها؟ دي بديهيات لازم كتعقيم للايد والايد تتنشف بحاجه نظيفه يعني ما فيهاش اي فصال ولا هزار. العدسه لو ملوثه المحلول لو ملوث لو اي حاجه ملوثه وصلت للعين ممكن تعمل مشاكل. احنا بنتكلم على الالف ب ان احنا ماشيين صح قوي من الاول وبنتعلم صح علشان نكمل صح لان العدسات ممكن ليها مشاكلها ممكن نتكلم فيها بعدين بلاش دلوقتي عشان الناس ما تخافش منها. يمكن دي يا دكتور يعني يخليني اسال حضرتك ان الاحمرار اللي بنشوفه بعد لبس العدسه مش عارفه زغلله ممكن مثلا تبقى شايفه حاجه حاجتين وثلاثه يعني تبقى شايفاها كذا مره وخاصه يا دكتور فعلا يا شيري اول نص كتير. ساعه اول ما تحطي العدسه بتحسي بزغلله والرؤيه ما بتكونش واضحه ليه بيبقى ودموع بقى يا دكتور في حاجات كده يعني لا لازم دموع واحمرار وتبقي مش قادره تفتحي عينك كويس ويعني كذا حاجه كده بس بتختلف من البيجنرز غير الناس اللي هي بقت تلبسها كويس. البيجنرز لازم يحصل معاهم يعني قبل الفيديو بس سوي يعني هي دي حاجه مثلا ما غسلتش ايدها كويس لا خالص ولا دي مثلا استعداد العين هي استعداد العين انها تتقبل العدسه مثلا استعداد العين ان هي تتلمس وتحمر وتدمع هو ده طبيعه العين.